السلام عليكم وأهلا وسهلا بوجهك الطيب في هذه القناة بعد طول انتظار. واليوم في حدث مهم بصير في مدينة دبي بخص كل المهتمين برياضة كمال الأجسام بشكل خاص والرياضة بشكل عام، واللي هو دبي مسل شو. في الحقيقة هاي الزيارة الثانية إلي لدبي مسل شو، والهدف من هذه الزيارة في الحقيقة عندي هدفين لهذه الزيارة. الأول تجميع أكبر قدر ممكن من السبلمنت، والهدف الثاني هو تيشرتات سكوات وولف. الساعة الآن 10 والمفروض أنه نستلم الدرب، خليك متابع. محمود. يس سير. محمود، ايش مهمتنا اليوم في دبي مسل شو؟ محمود، جمع اكبر عدد ممكن من الفري سبلمنتس. جبت الشنطه محمود؟ حياتها. شنطه السبلمنت. بدي ارجع البيت نسيت الشنطه. افا اسمع، والله عندك كيس كبير. والله بدي ارجع البيت. لا مان، والله نسيتها. اسمع، هذيك يا شيف، هاي العلبه كرتون. انت قاعد تصور عن جد؟ لا والله.
سيدات رسالتي على وشك انه ينتهي اليوم. اتوقع المعرض كان السنه الماضيه كان اكبر واحسن توزيع السبلمنت والتحديات كانت موجوده كانت على مستوى اعلى واكبر. على كل حال كان وقت جميل انك تيجي تشوف ابطال الرياضه ابطال اللعبه ويعني قدرنا نعبي اهم شيء محمود عبى الشنطه. وين الشنطه تبعتك؟ الشنطه تبعتي هناك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اعمل لايك شير سبسكرايب وحبشت القناه ونشوفكم في الفيديو الثاني. خليكم متابع. سلام.